حسام بيجي. يو مالك يا خالتي ما بترديش ليه؟ البت شهد ما بتردش عليا خالص، وكل ما اكلمها اتكنسل في وش. يمكن مشغوله ولا حاجه. مشغوله في ايه ليل ونهار دي؟ طب بالنهار نقول في المحكمه، اما بقى بالليل ان شاء الله مشغوله في ايه؟ الصراحه يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تنطقي يا بت. يا خالتي البت شهد دي ولا هتودي ولا هتجيب، دول مش طايقينك اصلا، يعني لو روحهم في ايديكي مش هيلجأوا لك. عندك حق يا بت، دي لا ردت عليا ولا عبرتني ولا حتى قالت لي طب تعالي نقعد نتكلم ونفكر هنعمل ايه. ايوه، والصراحه كده انا عندي راي تاني. قولي. انا عايزه اعرف بس انت واجعه دماغك ليه؟ ده انت معاكي الجوكر الكبير اللي بيقش، ده الراجل ده الناس كلها بتخاف منه وبتعمل له الف حساب. يا خالتي خدي بالك ان احنا لحد دلوقتي في التمام، ولو حصل في الامور امور هنحتاج لظهر وسند نتسند عليه ويكون كمان اقوى منهم. تفتكري يا بنت ممكن يعرفوا ال... والله كل شيء جايز. خرب بيتك جبتي لي الصداع، غوري بقى من وش. يو ما هي كلمه الحق كده على طول بتزعل. شايفه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله. ده ابنك عمتي، عشان خاطر ما تسيبينيش لوحدي. عمتي انا عاوزه اتكلم معاكي شويه. أنا عاملة إن أنا قوية وواقفة ضد التيار، بس صدقيني لوحدي مش هقدر. اوعديني إن أنتي هتوقفي جنبي وإنه البيت الكبير ده هيرجع تاني. مش ده كان كلامك؟ أنا عارفة ومتأكدة إن أنتي فاكرة ومش تايهة. أنا افتكرت يا زينب لما شفت العيال. أنا عقلي كان خلاص مش قادر. صدقيني لما أقولك أنا زي اللي تاهت وطلعت من الدنيا لدنيا تانية خالص. أنا مصدقاكي وحاسة بيكي يا عمتي ومقدرة كل اللي أنت فيه. أنا طلعت وأنا شايلة هم تقيل قوي على كتفي، كان نفسي أطلع مرجعش. أروح لعبد الله وأقول له متزعلش مني يا اخوي، سامحني. هو اكيد هيسامحك، ولو شاف البيت الكبير رجع تاني وكلنا ايد واحده هيبقى فرحان. صدقيني. كيف يا زينب بعد كل اللي حصل ده؟ هاتيلي عقلي صدق. قوليلي هنربي العيال دي على ايه؟ هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ان احنا بنحب بعض. لما هيكبروا ويشوفونا متجمعين هيبقى كل واحد فيهم واقف جنب التاني وفي ظهره. صدقيني يا عمتي كل ده ممكن يحصل، وانتي هتبقي الحجر اللي يلمنا كلنا. بأي وش؟ لو حد فيهم سألني عن جده هقول له ايه؟ ما تصعبيهاش عليا يا عمتي اكتر من كده. ابوس ايدك، كفايه نقعد نقلب في اللي فات. هي صعبه يا زينب صعبه. هو انا عقلي شط من شويه؟ انا كنت ماشيه مش عارفه انا رايحه فين ولا هعمل ايه. عقلي من كتر التفكير ما استحملش. قلت لنفسي هتعمل ايه يا فوزيه؟ هتعمل ايه مع والد حسن ومفيده؟ اقول له ايه؟ امك ماتت ولا عايشه؟ طب لو ماتت وعايز يزورها هقول له ايه؟ هنعمل لها جبر يعني؟ هيروح يترحم عليها وهي لسه عايشه؟ كفايه يا عمتي ما تقلبيش عليا المواجع اكتر من كده. ابوس ايدك. خلينا نفكر في اللي جاي ونجرب. طب ما حسن ومروان كل واحد خد
سرايا طويلة عريضة عشان ما حدش يقعد مع التاني، واحنا اللي كنا كلنا نبيته في بيت واحد وناكله من صحن واحد. اوعدك يا عمتي انه ده حيرجع، بس انتي خليكي واقفه جنبي وفي ظهري، ولو ما حصلش هيحصل ان شاء الله، اوعدك. يا ريت يا زينب، يا ريت. اسمع يا واد، انت وهو تكبروا يدكم في يد بعض، كل واحد فيكم ما يحطش لقمه في خشمه الا لما يسال تاني كل ولا لا، كل واحد فيكم ما يحطش راسه على المخده الا لما يطمن على التاني. ما تعملوش زينا. قال ايه؟ رتال بنت عبد الله بتربي ابن مفيده وبترضعه وبتهننه وبتدلعه، ولا ما انا فاهماك يا بنت كريمه؟ كنت اسكتي خالص يا كريمه، سيبك تحسك ونقطم وسطك يا بعيده. يا بنت ده مسمار جوعه، او الواد ده هو اللي هيخلي حسن يرجع للبنت مفيده تاني. حسن مش هيرجع لمفيده، وانت عارفه كده كويس قوي. اعرف منين يا اختي؟ انت اللي معشراه. لا مش هيرجع لمفيده تاني، حسن ما بيفكرش في كده ابدا. امال بيفكر في ايه يا اختي؟ حسن دماغه مش فاضيه، دماغه فيها حاجات تانيه احنا مش فاهمينها. ما انت هبله. هقول لك ايه؟ بطلي هبل بقى يا ست. انا مبسوطه ان انا هبله. هعمل لك ايه؟ ما انت في دماغك حته طوبه قد كده اهو، ودماغك ناشفه، لا هتسمع اللي هقول عليه ولا الراي اللي هقوله لك. بقول لك يا كريم، سيبك مني خالص، خلي بالك من ناديه. مالها ناديه يا بت؟ الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده اسمعيه وارميه في البحر. يعني ايه ان شاء الله؟ يعني ناديه تعبانه قوي يا كريمه، ناديه الدنيا دقت عليها قوي، ناديه حاسه ان مستقبلها راح وعمرها انعدم، محتاجه حد يطبطب عليها، ياخدها في حضنه. اسمعي اللي بقول لك عليه. طبطبت واخدتها في حضني؟ البنت لا طايقاني ولا طايقه تسمع مني كلمه. أقول لك حاجة؟ قولي لي أعمل إيه وأنا أعمله. أنا اللي أقول لك إنك تعملي إيه؟ أنت عارفة كل حاجة يا كريمة، وتقدري تعملي. مش هسيبها، وحياتك عندي ما هسيبها، وهقف كم منها. بس خليك أنت في الهم اللي أنت فيه ده. عبد الحكيم ده عسل. تيجي نصحي؟ وإيه؟ هتوصل بكرة إن شاء الله، توصل بسلامة. تحب أجيلك المطار؟ طيب، مع ألف سلامة.